فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الأسباب المعينة على تمسك المسلم بدينه والاستمرار على الطاعات حتى الممات؟ أن يتعلم دينه حتى يعرفه ويتمسك به، هذا واحد. الأمر الثاني أن يصاحب الأخيار والمتقين، والأمر الثالث أن يكثر من الدعاء، يدعو الله بالثبات على دينه ويخاف من أن ينزع منه دينه، يخاف الله عز وجل أن ينزع منه دينه، فبهذه الأمور وغيرها يثبت المرء على دينه بإذن الله. نعم.